مشاهدينا رجعنا لكم في فقرة المطبخ. اليوم راح أصلح لكم طبخة جدا جميلة شتوية، أنصحكم أنكم تجربونها، واللي هي القشت. طبعا بعض المناطق يسمونها العفيس، أنا أسميه عفيس صراحة ما أسميه قشت، لكن أظن أن الأغلبية يعرفونه بالقشت. فمكوناتنا لهذه الطبخة راح تكون تمر، لكن يكون بدون الـ بدون العبس او بدون الفصم اللي تسمونه، يعني يكون بس تمر الحالة بدون شيء. ونحتاج ايضا للدقيق والزبدة، واهم شيء يكون عندنا نار عشان نصلح فيها الطبخة. وطبعا صحون نحط فيها القشط، وطبعا هذه عشان ما تحرق الطاولة لما نحط المقلات، وعندنا هذه الاعواد عشان ناكل منها، وهذا عشان نحرك فيها. طبعا الحين انا راح اشغل النار، فبسم الله. بسم الله، احسها شبت فوق راسي كذا. بسم الله. اول شيء راح نضيف الزبده، طبعا انا جبت ثلاث ارباع اصبع زبده، فبسم الله راح احطها وابدا احرك. صراحه انا يلا بسم الله. الحين راح نحط الزبده. بسم الله. ما في احد. طبعا الحين راح نبدا نحرك الزبده، راح نبدا نحرك الزبده عشان تذوب هنا وتكون، ونحط فوقها الدقيق، واخر شيء طبعا التمر. طبعا انا بقول لكم اشياء جدا مفيده في التمر. طبعا التمر جدا 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 مفيد، يدفينا بالشتاء، وطبعا هو جدا جميل لو نخليه بدل السكريات والحلويات اللي الحين قاعدة تضرنا وتزيد علينا. يعني الحين في بعض الكيكات يستغنون عن السكر ويحطون بدلها تمر، فتكون صحية أكثر. وصراحة حتى أنا يعني أنصحكم أنكم تأخذون التمر وتستغنون عن السكريات الكثيرة، لأنها يعني تضر جسمكم. ويلا الحين بسم الله راح أبدأ أضيف. طيب يا جواهر، السؤال لازم يكون نفس هذا النوع ولا أي نوع من التمر؟ لا يكون هذا النوع، وطبعا اهم شيء انه يكون بدون العبس. الحين طبعا راح اضيف الدقيق اللي عندي هنا. بسم الله. راح نحطه طبعا فوق الزبده ونحرك. طيب اسالوني كم ملعقه تحطين فيها الدقيق؟ كم ملعقة؟ ما في شيء محدود، يعني حسب حسب العدد. اي مثلا انت والله عزيمة كبيرة، حطي كيسة كاملة مثلا دقيق. صدق مثلا بس العائلة حطي ملعقتين، على حسب يعني اللي عندك. طبعا بشغل النار اكثر شوي من حسابها. والله الريحة لين هنا وصلتني، مو جنن صح؟ مرة. انا طبعا اكثر شيء احبه بهذه الطبخة ريحتها، مرة جنن. طبعا الحين شكله نحرك. طبعا الحين حركنا الزبده والدقيق، راح نضيف الحين عليهم التمر اللي اقول لكم انصحكم صراحه انكم تستغنون عن السكريات هذه المضره اللي حاسه جسمنا، وتستبدلونها بالتمر. وطبعا بقول لكم شيء بعد، اول بالمدينه المنورة من زمان مرة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عندهم التمر مرة شيء عظيم. يعني كانوا يقولون إن البيت اللي ما فيه تمر مجاعة، البيت اللي ما فيه تمر. كيف مجاعة؟ يعني يعتبرون كأنه يعني ما عندهم أكل. جوعانين. فيعني التمر كان عندهم شيء مرة عظيم. وطبعا حتى مع القهوة احنا دائما نستخدم التمر، التمر طبعا دائما يدفينا بالشتاء، والتمر طبعا جدا مفيد لأجسامنا وصحتنا، وفي ايضا فيتامينات واشياء جدا مفيدة لجسمنا. ايش؟ لازم تحطين كمية كبيرة من التمر. صراحة انا ابغى ودي تكون التمر كثير، فلازم اضيف التمر اكثر. الحين طبعا راح ابدا اشغل النار. ايش الاكلة هذه يا جواهر؟ ايش اسمها؟ قشت او العفيس. طبعا الناس يمكن ما يعرفونها، بس اظنها مشهورة، يعني هي اكلة شعبية قديمة كانوا يسوونها. طبعا الحين صاروا يخربون. طيب لحظة هي مشهورة. دقيقة. طب لحظة. طبعا
العنود لحظة. طبعا الحين العفيس هذا صار يضيفون عليه أشياء وصاروا يخربونه، يعني صاروا يحطون فوقه بستاشيو، لوتس، نوتيلا، صاروا يخربون يحطون بعضهم لبن، يحطون زبادي، جبن، يعني صار شوي يخربون الأكلة. فأنا جبتها لكم أصلية 100%، جبتها لكم مرة نفس اللي يسوونها القديمين، دقيق وزبدة وتمر، هذا اللي يسوونه أول. طبعا الحين أنا قاعدة أحرك التمر مع الدقيق والزبدة. طبعا الحين أنا بعيد لكم المكونات اللي حطيتها، اللي هي أنا حطيت طبعا بالبداية الزبدة وبدأت أحركها عشان تدوب المقلاة، بعدها طبعا بديت أضيف الدقيق وأحركه مع الزبدة، بعد ما حركته أضفت عليهم التمر وبديت أحركه طبعا إلين ما طلع بالشكل هذا الحين مثل ما قاعدين تشوفون. وطبعا ريحته مرة تجنن، صح؟ مرة. البنات شوي يغمى عليهم من الريحة. يلا قاعدين نحرك ننتظرها تخلص طبختنا. طبختنا الحلوة. طبعا الحين بعد ما حركت راح اطفي النار و توزعينها في الصحون، صح؟ طب لا تستعجلين. الحين طبعا راح ناخذ هذه البلاستيك، هذه جدا مهمة بالمطابخ، لان غالبا يكون الطاولة مو قوية ما تحتمل الحرارة، فاذا حطينا عليها المقلاة تحترق يجيها شيء. فانا طبعا جبت هذه البلاستيكة عشان لما نحط عليها المقلاة ما يصير شيء للطاولة. بسم الله. طبعا راح نبعد الغاز، طبعا هذا غاز متنقل انصحكم فيه بالطلعات ترى مرة مفيد. طبعا راح احركه شوي عشان يتماسك ويتخالط مع بعض التمر والدقيق والزبدة. خلاص البنات بيغم عليهم الريحة تجنن، صح؟ انا بموت من الريحة هذه. طبعا الحين بسم الله راح نحطها بالاطباق. طبعا جبت لكم اطباق شعبيه عشان يوضح الاكله يعني، فبسم الله نحطها شعبيه بالضبط. والحين طبعا راح ابدا اوزع عليها العفيف او القشط او اللي تسمونه روحوا لنا بالهاشتاج واكتبوا ايش انتم تسمون منطقتكم، ايش يسمون هذه الطبخه، قشط ولا عفيف ولا اللي يسمونه نفس الكلمة. طب انتوا يا بنات ايش تسمونه؟ انا اسميه عفيس. انا اسميه قشط. قشط. انا عفيس. عفيس؟ عفيس. سبحان اثنين. ولا تنسوا طبعا المقاطع بتويتر، تروحون بسرعة لأن خلاص بيسكرون الحين، خلاص الحين بيقول بنعلن النتيجة، فلا تنسون الحين تروحون للهاشتاج. حليت الريحة. خلاص جوار يلا. عاد كلمة. اللي جاي لو سمحتي فكيها واعطيني حبه. لو تحطين حبتين في صحن عشان نتقاطع نوضح. اي حبه كل صحن في فلفل. يلا انا بذوق الحين. بسم الله. بسم الله. المفروض تاكلين بيدك اليمين. نسيت. بسم الله. في اولي واخره. بسرعه خلاص. ما اقدر اتحمل. وعادي يذق. استني طب استني لا تسوى. خلونا ناخذ ايضا واحده. واو شكل خرافي. طبعا هذا هو الشكل النهائي للطبخه. ان شاء الله عجبكم. طبعا طريقتها جدا سهله وسريعه. انا عن نفسي طبعا احبها مره، لكن اول صراحه ما كنت احبها مره، يعني في مره سويناها ما ضبطت، فلما اكلتها مره ما عجبتني، لكن بعدها صرت اتجنن من يدها. ها يلا يا بنات ذوقوا طبختنا. يلا بسم الله. سموا كلوا باليمين. خرافي. يا رب مره حلو. يو مره جنن. مره حلو. طبعا سووها كلكم بالبيت، مره لذيذه وتدفيكم بالشتاء، اكله شتويه مره جميله. شكلنا نخلصها الحين. طبعا راح نسحب للفائزين، طبعا اللي في متصلين او اللي طبعا في مقطع مثل ما شفتوا طبعا بالمقطع اللي تو المقاطع اللي عرضناها لكم،
فقرة أفضل مقطع. المقطع اللي فات الناس اللي قاعدين يصوتون فيه هم اللي راح يدخلون معانا السحب، فيلا بنبدا السحب. يلا كلنا واحد اثنين ثلاثة، طب استنوا، واحد اثنين ثلاثة ستوب. مين؟ ميرا. ميرا ألف 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 مبروك لك يا ميرا، مبروك. فزتي معانا بالسحب، والحين راح نعلن نتيجة المقاطع. أنت مايم أكيد، واضح واضح. طيب ريما والعنود أكيد أنتم حصلوا على 213 صوت. لدى لدى أنا ولجين 228. الحمد لله فزنا أنا ولجين. الحمد لله الحمد لله. طب شو رايك نطلب لهم؟ أنا بقعد أكل وكأني سامع شيء. حد علينا طلب عادي. شو يجيبوا لك؟ هدايا أي شيء أي شيء عادي. مدري اي شيء. يما بدون سنة وش تبغى؟ طلعي ذا العود اللي هناك. بنقول لكم طبعا الطلب اللي انا ولجين نبغى ريما وعنود ينفذون لنا بالهاشتاج، راح نحطه لكم وانتم شوفوا الطلب، وراح يجيبونها ان شاء الله بالحلقه القادمه. ونتمنى الحلقة عجبتكم، المواهب والمشهد والاتصالات والطبخة، وشكرا لمشاهدتكم الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.